سأل عنه مراسلة التلفزيون العربي من الجليل الأعلى كريستين ريناوي. 100 صاروخ يتحدث الجيش الإسرائيلي عن رصدها أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مناطق مختلفة. أبدأ معك بالأوضاع الآن، وأين تركزت أغلب هذه الغارات وهذا القصف، وكذلك الأنباء التي جرى تداولها بشأن فرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملجأ عند سماعه ذوي صفارات الإنذار في قيصرية؟ نعم محمد، نتحدث عن تأكيد إسرائيلي من خلال الجيش على ما ورد سابقا في إذاعة هذا الجيش. كان هنالك رصد لإطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه الشمال، حيث دوت صفارات الإنذار أكثر من 20 مرة منذ صباح هذا اليوم، دوت في مختلف المناطق، في الجليل الأدنى، الأسفل، الأوسط، الغربي، الأعلى، إصبع الجليل، في مختلف المناطق. عندما فر نتنياهو إلى الملجأ كان ذوي صفارات الإنذار في قيصارية ومنزل نتنياهو الشخصي هناك، وفي حينه قال الجيش إنه طرد 2 صاروخ، كان ذلك عند ظهر هذا اليوم. بالمجمل نتحدث عن أكثر من رشقة صاروخية. الصواريخ محمد تستهدف إما التحشدات العسكرية والقوات الموجودة قبالة البلدات اللبنانية التي يسعى الجيش إلى التوغل من خلالها والتقدم من خلالها برا، أو الشق الثاني هو استهداف العمق الإسرائيلي أو عمق الشمال الإسرائيلي. نتحدث عن استهداف صفد لهذا اليوم، قاعدة إيلانيا في الجليل الأسفل، مرابط مدفعية في كريات شمونة في إصبع الجليل من خلفي، عمليات حزب الله تتنوع وفيها يقول إنه يستهدف قوات إسرائيلية برية أو دبابات، هذا تكرر في بلاغاته العسكرية، وأيضا هو يستهدف قواعد عسكرية ومواقع عسكرية ويوجه رسائل من الميدان من خلال هذه العمليات. على الأرض نتحدث عن استمرار للعملية البرية كما يقول الجيش الإسرائيلي، قال إن قواته تحديدا قوات الفرقتين 36 و98 تشارك في هذه العمليات البرية. يزعم الإسرائيليون أن هدف هذه العمليات هو تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله وقوة الرضوان لإحباط عملية التسلل إلى الجليل أو احتلال الجليل أو غزو الجليل، التي تزعم إسرائيل أن مقاتلي حزب الله كانوا بصدد تنفيذ هذا السيناريو على غرار ما شهدناه قبل عام في غلاف غزة، عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر. إسرائيل في أكتوبر الماضي أخلت 43 بلدة كان يقطنها أكثر من 80,000 إسرائيلي، هم نازحون الآن يعيشون منذ نحو عام في فنادق، تركوا بلداتهم وأصبحت هذه البلدات عبارة عن منطقة أمنية عازلة على حساب الأرض الإسرائيلية، على حساب السيادة الإسرائيلية. هذا كان منتقدا من قبل المحللين والمراقبين العسكريين، أن إسرائيل للمرة الأولى ترضى أن يكون هنالك منطقة أمنية عازلة على أرضها. من خلال العملية البرية التي لوح فيها الجيش سابقا، كان يريد من خلال هذه العملية نقل المنطقة العازلة والفراغ هذا إلى الأراضي اللبنانية. التركيز الآن بحسب مزاعمهم مداهمة للقرى، للمنازل، تفجير كما رأينا. مراسل إذاعة الجيش نشر فيديو صوره أحد الجنود، تفجير لمبنى في إحدى قرى جنوب لبنان دون أن يحددها، لكن المراسل العسكري اللي يدعوت أحرنوت ذكر أن قوات إسرائيلية تعمل في كفر كلا، تعمل أي تخرب وتدمر وتفجر، بزعم أن هذه البيوت للمواطنين اللبنانيين هناك فيها أسلحة وذخيرة. بالتالي العمل في هذه القرى اللبنانية سوف يعقبه إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. زعم المراسل العسكري بأن بعد الانتهاء من تدمير بنى تحتية مزعومة في كفر كلا سوف يعود سكان المطلة إلى منازلهم، مع العلم بأن هذا أيضا عليه علامات استفهام محمد. نعم. المطلة فيها نحو 600 منزل، دمر في هذه البلدة نحو 300 منزل، أي نصف منازل الكيبوتس أو البلدة. وبالتالي أصلا إسرائيل تحتاج إلى وقت من أجل ترميم وإعادة بناء ما دمر بفعل صواريخ حزب الله، لكن تحت هذا البند وتحت هذا الزعم تواصل إسرائيل هذه العملية، ويقول الإعلام الإسرائيلي إنها سوف تتوسع. نعم. شيئا فشيئا محمد. شكرا لك كريستين ريناوي من الجزائر.